حاجة بقى اسمها الالكترومغنت. ايه الالكترومغنت ده؟ من اسمها الكترو، يعني جاي من كلمة كارنت او الكترونز يعني. فانا هيبقى عندي كارنت، والكارنت ده هعمل منه ماجنت. طيب الموضوع ده اكتشفوه ازاي بقى؟ الموضوع ده اكتشفه واحد عالم زمان كان اسمه هانز اورستد. هانز كان جايب سيركت حاططها قصاده بيشتغل بيها. فتعال نخيل السيركت فيه باتري اهي، وفي واير اهو، وفي كي مثلا هنا كده، وجنب السيركت دي كان في كومباس هنا. ولاحظ حاجة غريبة قوي هانز هنا. هانز جه يعمل سويتش اون للسيركت دي، يعني جه يقفل الكي ده، لاحظ ان الكومباس حصل فيها ديفليكشن. فقال يمكن صدفة يعني، لسه الموضوع مش كلير قوي، يمكن حاجة باي لك يعني. ففتح السيركت تاني، يعني رجع السيركت اوبن تاني، فرجع وحرك الكومباس شويه بحيث ان هي تاخد الاوريجينال بوزيشن بتاعها، فرجعت تاني زي ما كانت. وقام عايد الموضوع تاني، قفل الكي، فلاحظ برضو ان الكومباس حصل فيها ديفليكشن. فوقف هنا شويه بقى. هو هانز عارف ان الكومباس دي عشان تعمل ديفليكشن لازم يكون في ماجنت، او باختصار يكون في ماجنتيك فيلد، لازم يكون في حد عامل ماجنتيك فيلد. طيب فقعد يفكر كده، هو انا لما بقفل السيركت كل اللي بيحصل ان في كارنت بيمشي. فقال معنى كده ان الكارنت وهو ماشي، الكارنت ده بيأكت از ماجنت او بيبروديوس ماجنتيك فيلد. طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ يعني لو جينا نفسره هيطلع صح ولا غلط؟ تعال نفكر كده. هو احنا قلنا عشان يبقى في ماجنت لازم تكون الالكترونز عامة مرصوصة بشكل يونيفورم، لازم تاخد يونيفورم فريم او الدومين بتاعها يكون يونيفورم. طب لو جينا للكرنت وهو ماشي، هو الكرنت عشان يمشي ما لازم الالكترونز تترص عشان تبدأ تتحرك ورا بعض. فمعنى كده ان الكرنت وهو ماشي بيخلي الالكترونز جوه الواير تترص وتبقى موجودة يونيفورم، فيبدأ يظهر الماجنتيك فيلد بتاعها. واول ما اطفي الكي او اطفي الكرنت ده، او الكرنت ده يبقى مش موجود، ترجع الالكترونز تاني زي ما كانت، فيختفي الماجنتيك فيلد بتاعها. يبقى انا دلوقتي بقيت اقدر عن طريق اي كارنت امشيه في واير اعمل ماجنت، والماجنت ده بنسميه الكترو ماجنت. والماجنت ده فيه مميزات عن الماجنت العادي، او ميزة قوية جدا ان الماجنت ده انا هعرف اتحكم في السترينث بتاعه، اعرف اخليه قوي او ضعيف. هنشوف ده ازاي. احنا مني هنتكلم على الماجنتيك فيلد اللي جاي بسبب الكارنت لما الكارنت يمشي في 3 حاجات دول اللي عندنا. يعني اول حاجة لما الكارنت يمشي في ستريت واير، وتاني حاجة لما الكرنت يمشي في سيركولار كويل، وآخر حاجة خالص لما الكرنت يمشي في حاجة اسمها سولينويد. في كل واحدة من التلاتة دول أنا عايز أعرف 3 حاجات أساسيين: شكل الفيلد، وإزاي أحدد الدايركشن بتاعه، وأحسب الفلكس دنسي عنده إزاي اللي هي البي.